بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا، عاد مطار السليمانية ينبض من جديد ويسير رحلاته الجوية، ولكن وفقاً لشروط صحية وقائية مشددة. وتعددت الإجراءات الوقائية، ومنها فرض لبس الكمامة على الداخل إلى المطار، وإجراء فحوص كورونا للمسافرين قبل 2 فقط من موعد الرحلة. أما العائدين إلى السليمانية فعليهم إظهار أوراق تثبت خلوهم من الفيروس من قبل الدولة التي جاءوا منها. اليوم تستأنف الرحلات الجوية التجارية من مطار السليمانية الدولي إلى خارج العراق بموجب هذه التعليمات الصادرة من سلطة الترانب العراقي وخلية الأزمة في إقليم كردستان. أطلب من المواطنين الكرام الانصياع إلى التعليمات والإجراءات التي تتخذ في مطارات العراقية ومطار سليمانية الدولي تسهيلاً لأمورهم وخدمة لسفرهم وحفاظاً على صحتهم إن شاء الله. دولة حولاتي أنا كين أدعو جميع المواطنين والمسافرين عبر مطار السليمانية الدولي إلى لبس الكمامات والقفازات، كما سيكون هناك تعقيم لجميع الحقائب والمسافرين كذلك، إضافة لقياس حرارة المسافرين عبر كاميرات خاصة وضعت في مداخل المطار. هذا عدا عن وضع مواد التعقيم في الممرات وصالات الانتظار. أما بالنسبة للفحص المسبق، فإن صحة السليمانية مشكورة قامت بتجهيز قسم خاص داخل مشفى طاهر والي بيك لإجراء الفحوص للمواطنين والراغبين بالسفر. نخب ثقافية وأعلامية وصفت الإجراءات بالصعبة والضرورية في الوقت ذاته، وذلك للمحافظة على الصحة العامة والتأكد من عدم نقل العدوى عبر مطار السليمانية الدولي إلى أقليم كردستان ككل. نعم، هناك إجراءات صحية نوعاً ما شوية صعبة عن المواطنين، يعني ما شاهدينها قبل، مثلاً منذ إغلاق المطار من 15 آذار تقريباً، ونرجو من المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات ويكون عندهم سعة صدر باستقبال هذه الفحوصات لسلامتهم وسلامة الآخرين. وأغلقت سلطة الطيران المدني العراقية منتصف آذار الماضي جميع المطارات داخل البلاد، ومنها مطارات إقليم كردستان أمام حركة الملاحة الجوية في إجراءات حكومية لمنع تفشي جائحة كورونا. على المسافر الداخل إلى السليمانية والخارج منها الالتزام بإجراءات وقائية وصحية مشددة بعد أكثر من 4 أشهر على إغلاق المطار، والسبب هو جائحة كورونا. لقناة زاغروس تي في، شيار محمد،